أنا لو جيت وقعدت عندكم في البيت كام يوم هتجيب لي فطار وغدا وعشاء، تاني يوم فطار وغدا وعشاء، بس ممكن يجي يوم وتنساني، فأنت كإنسان لا يعتمد عليك على الأقل في الحاجات الهامة. برضو البكتيريا علشان الدي ان ايه بتاعها يشتغل كويس محتاجة الوقود اللي هو فوليك أسيد، حمض الفوليك، فهي لو اعتمدت عليك وأخدت الفوليك أسيد منك هتتسوح، وانت عندك انيميا وماشي بعلاج اصلا، فكان لازم انها هي اللي تصنع الفوليك اسيد بتاعها بنفسها جواها عن طريق خطوتين. الخطوة الاولى في مادة عندها كده اسمها بارا امينو بنزويك اسيد، وفي برضو عندها انزيم اسمه داي هيدروفوليت سينسيز، الانزيم ده هيحول المادة دي الى داي هيدروفوليك اسيد، دي الخطوة الاولى. الخطوة التانية البكتيريا عندها انزيم اسمه داي هيدروفوليت ريدكتيز اللي هيحول ماده الداي هيدروفوليك اسيد الى ماده تترا هيدروفوليك اسيد اللي هو الاكتيف فورم او حمض الفوليك بتاعنا، عمليتين متتابعتين. ومع العيلة الـ13 والأخيرة، العيلة اللي شغالة على تثبيط الميتابوليزم بتاع البكتيريا، ده سلفر التكافؤ بتاعه سداسي، يعني بيشبك بست دراع زي ما انت شايف كده، ماسك فيه دراعين من فوق بالأكسجين ودراعين من تحت في أكسجين كمان، وفي دراعين لسه على الجنبين. الجزء اللي انت شايفه ده اسمه سلفو. طيب لو شبكت فيه من هنا مجموعة أمينو هنسميه سلفونامايد، سلفونامايد أهو ده السلفونامايد، ده المجموعة الفعالة في العيلة بتاعتنا، عائلة السلفونامايد اللي العلماء الألمان اكتشفوها سنة 1932، هي متصنعة معمليا يعني مش أنتيبيوتيك، ولكن وجدنا إن لها تأثير قاتل على البكتيريا. بعد شوية تعديلات بقى عند المركب كالآتي، ده المركب الأساسي وده المركب الفرعي. العلماء فضلوا يغيروا ويحطوا مركبات في الجزء ده على أمل إنه يعطيني أداء أفضل للدواء. دول جربوا يجي 5000 مركب وبرضه نفس المشكلة، نفس المجال بتاع الدواء هو، بس طلعنا بثلاث معلومات كويسين. المعلومة الأولى إن المركب الأساسي ده هو المسؤول عن الفارماكوداينامكس، الميكانيزم اوف اكشن اللي هكلمك عليها كمان شويه، والمركب الاضافي ده مسؤول بقى عن حاجات فارماكوكاينتكس بقى، امتصاص وانتشار وكده. المعلومه الثانيه انه طالما شغال على تثبيط ميتابوليزم البكتيريا يبقى بكتيريوستاتيك مش بكتيريسايدال. المعلومة الثالثة شغال على الايروبيك بكتيريا مش الانيروبيك بكتيريا. يلا ندخل على الفارماكوكاينيتكس بقى، نبدأ بالامتصاص. قلت لك هي مركبات كتير يعني حسب الجروب الاضافي اللي فيها، فبعضهم بيمتص كويس وبعضهم امتصاصه سيء وبعضهم لا يمتص. بالنسبة للأكل ما فيش مشكلة فيه، الديستريبيوشن التوزيع وانتشار الدواء في الأنسجة، والله لو امتص من الأمعاء كويس أكيد هيعدي البلاد برين بارير وهيعدي البادي فلويدز كويس ويعدي البروستاتا ويعدي البلاسينتا ويروح للجنين وينزل في لبن الام للرضيع. بس خد بالك في هنا خطورة على الحامل واللي بترضع، هنتكلم عليها كمان شوية. اما بالنسبة للميتابوليزم عادي في الليفر، ولكن الكبد بيعمل لها ميتابوليزم تمام وبيرميها في الكلى وبتنزل في البول في صورة اسيتيليتد ميتابولايت. الله حلو ده، يعني لسه مركب الصلفة شغال unchanged. ايوة ده كويس اعالج بيه UTI التهابات مجاري بولية. وفرحك كمان بينزل بهاي كونسنتريشن في البول واكتف كمان، بس لازم اخلي اليورين الكالاين علشان دواء الصلفة بتاعنا يشتغل، لانها في الوسط الحمضي بتترسب وتعمل صلفة كريستالز زي دي وتعمل مشاكل. ندخل على الفارماكو داينامكس بقى، الميكانيزم اوف اكشن. بص دواء الصلفة شغال على بعض أنواع البكتيريا، بعض أنواع الفنجاي الفطريات، بعض أنواع البروتوزوا وحيدات الخلية اللي بتشترك في مسارات الميتابوليزم بتاعها، زي مثلا احتياجهم للفوليك أسيد علشان الدي ان اي فانكشن، يعني الدواء بتاعنا الصلفة هيمنع تكوين الفوليك أسيد اللي البكتيريا محتاجاه. طب ازاي هيعمل كده؟
قلت لك ان البكتيريا بتصنع الفوليك اسيد بتاعها من نفسها من ماده اسمها بارامينو بنزويك اسيد. سبحان الله، الصلفه شبه البارا امينو بنزويك اسيد بالظبط، واخد بالك من الشبه؟ صعب تفرقهم. فانزيم الداي هيدروفوليت سينسيز ما يعرفش يفرق ما بين البارامينو بنزويك اسيد وما بين مركب الصلفه، فيتلخبط وما يعرفش يكون الداي هيدروفوليك اسيد. عمليه اسمها كومبيتيتيف انتاجونيزم. فمركب الصلفه عمل بلوك للخطوه الاولى، لكن للاسف البكتيريا فاقت من الغيبوبه اللي كانت فيها والهبل اللي كانت عايشه فيه، وقدرت تفرق ما بين المركبين كويس جدا وتعرف ان دي ماده عايزاها وده دواء. ده لو انت عاطي دواء صلفه بس. فكان لازم نشوف دواء تاني يعمل انهيبيشن وبلوك للخطوه الثانيه ونعمل سيكوينشال بلوك. وجدنا انه من افضل الادويه اللي بتعمل بلوك للخطوه الثانيه دواء اسمه ترايميسوبريم. فنخلط الصلفه مع الترايميسوبريم، وكان افضل كومباينيشن تركيبه مع الترايميسوبريم كان احد مركبات السلفونامايد اسمه صلفا ميسوكسازول. خدنا منه 400 ملي جرام حطناه مع 800 ملي جرام من الترايميسوبريم، خلطوهم في قرص واحد وسموهم كو تريموكسازول. كو جاية من كومباينيشن، تري جاية من تريميسوبريم، أوكسازول دي جاية من الصلفا ميسوكسازول. ليه صلفا ميسوكسازول؟ لأنه الأبزوربشن بتاعه كويس جدا، بيمتص من الأمعاء كويس جدا وبيعدي البلاد برين بارير، وعمره في الدم 8 ساعات. يعني نفس الهاف لايف بتاع التريميسوبريم 8 ساعات، يا محاسن الصدف. والاجمل ان السبيكترم بتاعه ممتد اكتر من الصلفة لوحدها. تعال اكلمك عن السبيكترم اكتر بتاع الكوتريميكسازول. بعض انواع الجرين بوزيتيف زي الستريبتوكوكاي اللي بتعمل لي فارنجايتس وتونسلايتس، وبعض انواع الجرين نيجاتيف زي الاشيريشيا كولاي اللي بتعمل لي التهابات مجاري بوليه، وبعض انواع الاتيبيكال مايكرو اورجانيزمز فاكر زي الكلاميديا والتوكسوبلازما والملاريا، وبعض انواع الفطريات. خد بالك في فطر غريب كده مشهور قوي بيصيب مرضى الايدز وبيبهدل الرئتين بتاعتهم اسمه نوموسيستس كارينياي. شايف كل الكائنات اللي بيجيبها؟ رغم كل ده يعتبر نارو سبيكترم، مجاله محدود قوي. ندخل على الثيرابيوتيك يوز، دواعي استعماله. هقول لك اربع حاجات تركز فيهم. اول حاجه اليو تي اي، التهابات المجاري البوليه وانت مغمض عينيك. تاني حاجه التونسلايتس، التهابات اللوز والفارنجايتس. تالت حاجه حاجه اسمها بي سي بي اللي هي نوموسيستس كارينياي نومونيا اللي كان بيسببها الفطر. رابع حاجه وهي التوكسوبلازما. على فكره في كومباينيشنز كتير تانية ومشهورة، يعني اقول لك تاني كومباينيشن خدها معايا سيلفر صلفا ديازين، حطيت الصلفة مع نترات الفضة، دواء حلو جدا للحروق. تالت حاجة الصلفا دوكسين معاه بايري ميثامين، دواء حلو قوي للملاريا. رابع كومباينيشن الصلفا ساليزين، حلو قوي للالسريتيف كولايتس. يلا ندخل على الادفيرس افكتس بقى، المشاكل اللي ممكن يعملها. كل عيلة السلفونامايد مشهورين بالحساسية، يعني 3% من اللي خدوا دواء الصلفة عملت عندهم حساسية. أغلب الحساسية دي كانت سكين راشز، لكن ممكن نوع نادر من الحساسية، بس الموضوع ده نادر جدا لما يحصل، يعني اسمه ستيفنز جونسون سيندروم. ده مميت وقاتل بس نادر، تحس انه محروق يعني. تاني حاجة ممكن يعملها هي اسمها كريستالوريا. اوريا يعني بول، يعني وجود كريستالات في البول. لو البول حمضي أسيدك الصلفة هتترسب وتعمل بلورات، فلازم تعمل الكالانيزيشن لليورين وتنصح مريضك انه يشرب سوائل كتير. تالت مشكلة ممكن يعملها السلفونامايدز وهي الكرينكترس لأي عيل أقل من سنتين. تعال أوضح لك أكتر. عارف انت البروتين اللي هو الألبومين؟ عامل زي الشيال بينقل المواد في الدم، اعتبره اتوبيس. الصلفة بدل ما تقعد في كرسي فاضي لوحدها تروح تقعد مكان الصفرة البيلروبين، يعني عملت حاجة اسمها displacement، قومي وانا اقعد مطرحك. الصفرة تتحرر وتقعد تعلى في الدم وتعلى وتعدي البلاد برين بارير وتعمل permanent brain damage وتبوظ في خلايا المخ. هو ده الكرينكترس. رابع مشكلة ممكن يعملها مركبات السلفونامايدز وهي الانيميا، إما أنيميا هيموليتك تكسيرية لطفل عنده مثلا أنيميا الفول، أو أنيميا ميجالوبلاستيك اللي هي بتضخم خلايا الدم الحمراء اللي بتيجي بسبب نقص الفوليك أسيد، واتفقنا إن الصلفة بتوقف تصنيعه.
خامس حاجة وآخر حاجة عايز أتكلم فيها هي موضوع البريجنانسي الحامل. قلت لك إن هي تراتوجينيك، بتعمل تشوهات للجنين. الست الحامل ابنها علشان يتكون بيستهلك فوليك أسيد كتير، ده حتى دكاترة النساء بتكتب الفوليك أسيد للحوامل في الأشهر الأولى، فأدوية السلفونامايدز هتقلل الفوليك أسيد والطفل ممكن يتأثر بده ويتولد بيه كرينيكتراس أو نيورال تيوب ديفكت. بس يا سيدي دي حلقة النهاردة وخلصت لك أغلب الأنتي بكتيريال دراجز.